حسنا، بعد العرض الأخير أتمنى أن موضوع جمع المصفوفات أصبح مألوفا لنا، والآن دعونا نتعلم كيفية ضرب المصفوفات. وتذكروا أن هذه تعريفات من ابتكار الإنسان، أي ضرب المصفوفات يمكننا الوصول إلى طرق مختلفة، لكني أحفزكم على تعلم هذه الطريقة لأنها ستساعدكم في دروس الرياضيات. وسنرى لاحقا أن هناك العديد من التطبيقات التي نتجت من هذا النوع من ضرب المصفوفات. لذا دعوني أفكر، سأتعامل مع مصفوفات 2 ضرب 2. دعونا نفترض، اسمحوا لي أن أختار أعدادا عشوائية. 2 سالب 3 و7 و5، وسأضرب تلك المصفوفة أو ذاك الجدول جيدا في الأعداد. دعوني أختار عددا جيدا، ضرب المصفوفة 10 سالب 8، ودعونا نقول هنا 12 ثم سالب 2. والآن ربما يكون هنالك اندفاع قوي، وأنتم تعلمون بطريقة ما أنه ليس مجرد اندفاع غير منطقي كي تفعل مع الضرب نفس الشيء الذي فعلته في الجمع حتى تضرب العبارات المتماثلة. لذا ربما تود أن تقول، حسنا، الأولى هنا أي عبارة 1 ضرب 1، والصف الأول في العمود الأول سيكون 2 ضرب 10، وهكذا وهكذا قمنا بجمع المصفوفات. وربما أنه امتداد طبيعي لضرب المصفوفات بنفس الطريقة، وهذا منطقي وربما سيعرفه أحدهم، لكن هذه ليست الطريقة الموجودة في الحقيقة، والطريقة الموجودة في الحقيقة لسوء الحظ تكون أكثر تعقيدا. لكن إذا نظرتم إلى مجموعة من الأمثلة التي أعتقد أنكم ستعلمون أنها مباشرة جدا، فكيف تقوم بذلك؟ إذا العبارة الأولى في الصف الأول والعمود الأول تساوي متجه الصف الأول، لا، متجهة الصف الأول هذا ضرب متجهة العمود. والآن ماذا أعني بذلك؟ أليس كذلك؟ إنه يأخذ معلومات الصف من صف المصفوفة الأولى، ويأخذ معلومات العمود من عمود المصفوفة الثانية. كيف أفعل ذلك؟ إذا كان الناتج القياسي لهاتان المصفوفتان، أو دون أن أقول ذلك بشكل وهمي، أنه عبارة عن هذا 2 ضرب 10، سأكتب بخط صغير 2 ضرب 10 زائد سالب 3 ضرب 12. ستنفذ المساحة لدي. والآن ما هي العبارة الثانية هنا؟ حسنا، لازلنا في الصف الأول من متجه الحاصل، لكن الآن نحن في العمود الثاني، حصلنا على معلومات. دعونا نختار لونا جيد، هذه درجة مختلفة قليلا من اللون البنفسجي. إذن الآن هذا سيكون، سأكتب ذلك بلون آخر. دعوني أكتب العدد، اثنان ضرب سالب 8 ويساوي سالب 16 زائد سالب 3 في سالب 2. كم حاصل؟ سالب 3 ضرب سالب 2 هذا يساوي 6. جيد، ذلك يقع في الصف الأول والعمود 2، إنه 6 زائد سالب 16. والآن نحن في الصف الثاني، وسوف نستخدم لقد حصلنا على العمود من المصفوفة الأولى. أعلم أن ذلك مزعجا ونشعر شعورا سيئا حيال ذلك، لكننا نحل مجموعة من الأمثلة وأعتقد أنها ستوضح الأمر. إذن هذه العبارة، العبارة السفلية على اليسار، ستكون هذا الصف ضرب هذا العمود، أي ستكون 7 ضرب 10، أي 70، زائد
5 ضرب 12 أي 60. ثم العبارة السفلية على اليمين ستكون 7 ضرب سالب 8 وهي ما يساوي هذا؟ هذا يساوي 56. وهذا يساوي سالب 10. إذن الحاصل النهائي سيكون 2 ضرب 10 ويساوي 20. وذلك يساوي سالب 16 زائد 6 أي يساوي 10، وسالب 36 يساوي 70 زائد 60، وثم سالب 56 سالب 10 ويساوي 66. إذن حصلنا عليه، لقد ضربنا هذه المصفوفة بهذه المصفوفة. دعوني أحل مثالا آخر، وأعتقد أنني سأضغطه لكي نستطيع الكتابة على هذا الجانب بشكل جيد. دعونا نأخذ المصفوفة واحد واثنان وثلاثة وأربعة ضرب المصفوفة خمسة وستة وسبعة وثمانية. الآن لدينا مساحة كبيرة لنقوم بالحل بها وأكثر تنظيما. حسنا، لكنني سأفعل نفس الشيء وحتى نحصل على هذه العبارة هنا، العبارة العلوية اليسرى. سنأخذ أو تلك التي تمتلك الصف واحد والعمود واحد، معلومات الصف واحد هنا، ومعلومات العمود واحد من هنا، لذا يمكنني أن أعتبره متجه الصف ضرب متجهة العمود، والناتج يكون واحد ضرب خمسة زائد اثنان ضرب سبعة. صحيح، هيا بنا. وهذه العبارة ستكون متجه هذا الصف ضرب متجه هذا العمود. دعوني أفعل ذلك بلون مختلف. ستكون واحد ضرب ستة واثنان ضرب ثمانية. دعوني أكتب ذلك، إنها واحد ضرب ستة زائد اثنان ضرب ثمانية. اثنان ضرب ثمانية. الآن ننتقل للأسفل ونحصل على معلومات الصف من المتجه الأول. دعوني أحيطه بهذا اللون وهو 3 ضرب 5 زائد 4 ضرب 7. 3 ضرب 5 زائد 4 ضرب 7. والآن نحن في أسفل اليمين، نحن في الصف السفلي والعمود الثاني، ونحصل على معلومات الصف من هنا وعلى معلومات العمود من هنا. إذن لدينا 3 في 6 و 4 في 8. 3 ضرب 6 زائد 4 ضرب 8. وإذا بسطنا هذا سيصبح حسنا. في الواقع دعوني أذكركم من أين أتت جميع الأعداد. إذن لدينا ذلك النول الأخضر. صحيح، هذا واحد وهذا اثنان وهذا واحد وهذا وهذه اثنان. هذا واحد وهذه اثنان. لاحظوا، كان هذان في الصف الأول وهذان في الصف الأول، وهذه الخمسة وهذه السبعة. حسنا، هذه الخمسة وهذه السبعة وهذه الخمسة وهذه السبعة. أمر ممتع. كان هذا في العمود واحد من المصفوفة الثانية، وهذا في العمود واحد من المصفوفة الناتجة، وبشكل مشابه الستة والثمانية.
هذه الستة وهذه الثمانية، ثم تم استخدامهما هنا وهذه الستة وهذه الثمانية، ثم أخيرا هذه الثلاثة وهذه الأربعة باللون البني. هذه الثلاثة وهذه الأربعة، يمكننا بالطبع أن نبسط ذلك جميعه. كان هذا 1 ضرب 5 + 2 ضرب 7 ويساوي 19. وهذا 1 ضرب 6 + 2 ضرب 8 أي 6 + 16 ويساوي 22. هذا 3 ضرب 5 + 4 ضرب 7 أي 15 + 38 ويساوي 43. هذا وهذا لدينا هنا 3 ضرب 6 + 4 ضرب 8 أي 18 + 32 وتساوي 50. والآن اسمحوا لي أن أكتب المصفوفة الناتجة، سأكتبها. إذن هي 19 22 43 50. الآن دعوني أسألكم سؤالا، عندما قمنا بجمع المصفوفات تعلمنا أنه إذا كان لدي مصفوفتان لن أهتم للترتيب الذي جعلناهما به. فإذا قلت A + B فهذا يساوي B زائد A استنادا إلى جمع مصفوفة B زائد A. الآن دعوني أسألكم سؤالا، هل عملية ضرب مصفوفتان، هل AB ذلك يعني أننا نضرب B و A، هذا يعادل B A؟ هل يؤثر الترتيب في عملية ضرب المصفوفات؟ سأخبركم الآن، في الواقع أنه يؤثر بمقدار كبير، وفي الواقع يوجد مصفوفات معينة يمكنك جمعها باتجاه واحد ولا يمكنك جمعها باتجاه الآخر. يمكنك أن تضربها باتجاه واحد ولا يمكن ضربها باتجاه أو بترتيب آخر. حسنا، سأوضح ذلك لكم بمثال، لكن من أجل التوضيح إن ذلك لا يكون مساويا. لذلك على أن تضرب هاتان المصفوفتان بترتيب آخر. في الواقع اسمحوا لي أن أقوم بذلك بسرعة، لذا دعوني أمحو ذلك، دعوني أمحوه جميعه، يمكنني أن أمحو إلى هذا الحد. وأتمنى أنكم تعلمون أن عندما أضرب هذه المصفوفة بهذه المصفوفة سأحصل على هذه. إذن دعوني أبدل الترتيب وسأفعل ذلك بسرعة. لكي لا أجعلكم تشعرون بالملل دعوني أغير ترتيب ضرب المصفوفات، وهذا جيد. كمثال آخر سوف أضرب هذه المصفوفة وهي 5 6 7 8 ضرب هذه المصفوفة. أغير الترتيب وسنختبر ما إذا كان الترتيب سيؤثر. إذن هذه المصفوفة 1 2 3 4، دعونا نفعل ذلك ولا أريد استخدام جميع الألوان. أعتقد أنه عليك أن ترى العديد من الأمثلة هنا. إذن هذه العبارة الأولى، وقد أخذتم معلومات المصفوفة الأولى وهي 5 ضرب 1 + 6 ضرب 3، 5 ضرب 1. سأتخطى خطوة هنا، حسنا إنه 5 ضرب 1 ويساوي 5 + 18 وهي 3 ضرب 6. ما هي العبارة التي ستكون هنا؟ ستكون 5 ضرب 2 وتساوي 10 + 6 ضرب 4 وتساوي 24 + 24. صحيح. الآن نأخذ هذا الصف ضرب هذا العمود هنا. حسنا، الآن نحن في الأسفل هنا، ثم سنتعامل مع هذا.
الصف، هذا العنصر الموجود في الأسفل على اليسار سوف يستخدم في هذا الصف، إنه 7 ضرب 1 ويساوي 7 زائد 3 ضرب 8 ضرب 3 وتساوي 24. ثم أخيرا حتى نصل على هذا العنصر سنضرب هذا الصف بهذا العمود، إذن 7 ضرب 2 وتساوي 14 زائد 8 ضرب 4 وتساوي 32، وهذا يساوي المصفوفة 23 و34 و31 و41 و46. إذا نلاحظ إذا سمينا هذه المصفوفة ب A، هذه المصفوفة ب A وهذه المصفوفة ب B، جيد. في المثال الأخير لقد وضحنا أن A ضرب B تساوي 19 و22 و43 و50، وقد وضحنا ذلك. حسنا، إذا عكست الترتيب، إذا عكست ترتيب B ضرب A، فإن هذه المصفوفة مختلفة تماما. إذا الترتيب الذي تضرب به المصفوفات يؤثر بشكل كبير. لقد انتهى الوقت، في العرض التالي سأتحدث أكثر عن أنواع المصفوفات. حسنا، أولا نحن نعرف ترتيب المصفوفات، وفي العرض التالي سأوضح ما هو نوع المصفوفات التي يمكن أن تضرب ببعضها. عندما نجمع ونطرح المصفوفات نقول حسنا يجب أن تحتوي على نفس الأبعاد، لأننا نجمع ونطرح عبارات متماثلة، لكنك سترى أن الأمر في الضرب مختلفا قليلا، وسنفعل ذلك في العرض التالي.